لما أنت مستعجل هكذا؟ هناك أمر هام عرفته للتو. هيا أخبرنا. لا تتلاعب بأعصابنا. رأيتهم يدخلون بضائع جديدة إلى المركز التجاري. وما الجديد في ذلك؟ هل تهزأ بنا يا خلاص؟ اصبروا فقط، سآتيكم بالمفيد. إنها بضائع فريدة، ولكن المهم أنه يوجد فيها القلم الذكي. القلم الذكي؟ وما هذا القلم الذكي؟ إنه قلم متطور، بمجرد تمريره على السؤال المكتوب يجيب عليه، وتظهر الإجابة على شاشته الجانبية. قل غير هذا الكلام يا خلاص. ما هذه المسحة السمجة؟ أنا لا أمزح. اذهبوا إلى المركز التجاري وتأكدوا بأنفسكم. أنا سأشتري واحداً وأريح نفسي من هم الدروس. ماذا قلت؟ هل نستطيع ذلك حقاً؟ بالتأكيد، فهو يجيب عن أي سؤال يخطر في بالك. يا له من قلم ذكي حقاً. ولكن يا أصدقاء، من الخطأ الاعتماد عليه وإهمال الدراسة والحصول على المعلومات بهذه الطريقة. وما الخطأ في ذلك؟ العلم يغذي العقل تماماً كما يغذي الطعام أجسادنا. إنك تعقد الأمور كعادتك يا زغلول. سأذهب وأشتريه بعد انتهاء دوام المدرسة. وأنا أيضاً. سأذهب لشراء القلم الذكي. من يريد الذهاب معي؟ كلنا سنذهب. نعم، هيا بنا. أنا لن أشتريه، سأعتمد على نفسي في الدراسة وحسب. لا تعقد الأمور، تعال واشتري واحداً، الكل سيشتري هذا القلم. لا شكراً، لا أريد. كما تشاء يا زغلول، لننطلق إلى المركز التجاري. ما بك يا زغلول؟ لماذا لم تعد إلى المنزل؟ أنا في الواقع، نعم، كنت ذاهباً إلى المنزل. حسناً، إلى اللقاء. غريب، ما به زغلول؟ ربما كان الأفضل لو أنني اشتريت ذلك القلم الذكي مثل رفاقي. أعتقد أنني تسرعت في عدم الذهاب معهم. لا لا، حتى لو اختار الجميع الاعتماد على ذلك القلم، فهذا لا يعني أنه القرار الصائب. أنا لا أحتاج إلى هذا القلم، سأعتمد على نفسي في التحصيل الدراسي، ولن أشتري ذلك القلم الغبي. إنه رائع، يبدو ذكياً فعلاً. ممتاز، لن أقلق على درجات الامتحان بعد اليوم. سنكون متفوقين جميعاً. يا له من اختراع يثلج القلب. مبارك للجميع، نستطيع أن نقضي وقتاً مرحاً الآن، لأننا سنعتمد على القلم الذكي في حل الواجبات وأسئلة الامتحانات. صباح الخير يا أبنائي. صباح النور. سأجري لكم اليوم امتحاناً في مادة العلوم. ها؟ لكنك لم تخبرنا من قبل. إنه امتحان تجريبي، أريد أن أعرف مستواكم في التحصيل العلمي، وليس مثلك من يعترض يا زغلول. لم أقصد الاعتراض يا جدي، إنما أردت أن نكون مستعدين على أكمل وجه. لا مشكلة، نحن مستعدون. نعم، دائماً مستعدون، لنبدأ الامتحان. حسناً، سأوزع عليكم الأوراق، وما عليكم إلا أن تجيبوا عن السؤال في المكان المخصص للإجابة على الورقة نفسها. راجعت أوراق الامتحان وقمت بتصحيحها، وما أسعدني أن الجميع قد حصل على علامة تامة، ولم يكن لأحد منكم أي خطأ. أحسنتم يا أبنائي، استمروا على هذا المنوال. رائع. لم يحصلوا عليها بعرق جبينهم، مهما يكن لن أنقاد وراء قرارهم بالاعتماد على القلم الذكي. أبنائي اسمعوني، سيكون غداً موعد امتحان اللغة العربية، فاستعدوا جيداً ولا تنسوا إتمام الواجبات التي طلبتها منكم. نعم. زغلول، ألن تريح نفسك وتشتري قلماً ذكياً مثلنا؟ لا يا تمور، لن أنقاد وراء فكرة القلم الذكي الخاطئة. لكن امتلاكك واحداً سيضمن لك الدرجات التامة في كل المواد، وسيضمن لك كتابة الواجبات الكثيرة التي علينا إنجازها يومياً. لا يا شيشي، لن أشتري واحداً. دعوه وشأنه، يبدو أنه ممن يحبون خوض الطريق الصعب.
أين اللعب اليوم؟ في الملعب المركزي. هيا بنا. شيشي، القلم لا يعمل. غريب، وقلمي أيضاً. بحسب ما قرأت أن له عمراً افتراضياً ويتوقف عن العمل بعد هذا العمر. وماذا تقصد؟ هل انتهى عمر الأقلام الآن؟ هل تقصدون أن عمر القلم الافتراضي انتهى في الامتحان؟ ألا يمكن إنعاشه قليلاً لبعد الامتحان فقط؟ أخشى أننا وقعنا في فخ هذا القلم. هدوء، ليلتزم كل واحد منكم امتحانه. ما بكم؟ لماذا لا تكتبون؟ سيكون الصفر في انتظار الجميع ما عدا زغلول. ولماذا تقولون هذا؟ لأننا اعتمدنا جميعاً على القلم الذكي في الإجابة عن أسئلة الامتحان ما عدا زغلول. فهمت الآن، أحسنت يا زغلول في أنك لم تنقض للفكرة الخاطئة، أما أنتم فسيكون حسابكم عسيراً. قد حان